ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم المورنينج سكين كير روتين بتاعي اللي انا متبعاه الفترة دي، فيلا بينا نبتدي. قبل ما ابتدي معاكم المورنينج سكين كير روتين بتاعي، في نقطة عايزة انبهكم ليها، وهي طبعا المنتجات في السوق كتير جدا، وفي منتجات كتير قوي بتطلع جديدة، وفي مواد فعالة بنطلع نتكلم عنها ونقول المادة الفعالة دي بتعمل كذا، ودي مختصة بكذا، ودي للبشرة الكذا، والكلام ده كله. فمش شرط ان انت الروتين بتاعك بتاع بشرتك، سواء بتاع الصبح او بتاع بالليل، تبقي ماشية على نفس المنتجات طول حياتك. لأ، انا واحدة الروتين بتاعي دايما اول باول، او مش يعني ماليش فترة معينة، بس كل فترة بغير الروتين بتاعي بتاع بشرتي، سواء الروتين بتاع الصبح او الروتين بتاع بالليل. طيب انا بغير الروتين بتاعي على اساس ايه؟ او بمعنى اصح، انا بحدد الروتين بتاع بشرتي على اساس ايه؟ اول حاجة بتحددي الروتين بتاع بشرتك طبعا 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 على حسب نوع بشرتك، ايا كان بقى، سواء جافة، سواء دهنية، سواء مختلطة، سواء حساسة، سواء عادية، الكلام ده كله زي ما احنا عارفين. تاني حاجة بتحددي عليها روتين بتاع بشرتك عشان ما تحسيش نفسك تايهة، وتحسي نفسك انا عايزة استعمل كل المنتجات اللي انا بشوفها وبيتعمل لها مثلا دعاية، او الناس بتتكلم عنها، او الكلام ده كله. انت ممكن تستعملي منتج انت اصلا اوريدي بشرتك مش محتاجاه، فبالتالي انت بتحملي على بشرتك، فممكن الموضوع يزيكي اصلا ما يفيدكيش. فزي ما قلنا بتحددي روتين بشرتك على اساس نوع بشرتك. تاني حاجة بتحددي الروتين بتاعك والمنتجات اللي انت هتستخدميها والمواد الفعالة اللي انت هتدخليها في الروتين بتاعك على حسب المشكلة اللي بتواجه البشرة بتاعتك. يعني زي مثلا انا بشرتي الفترة دي مليانة حبوب، حبوب بقى مثلا تحت الجلد، حبوب ملتهبة، فانا خلاص حددت المشكلة بتاعت بشرتي الفترة دي ايه. هبتدي ان انا الروتين بتاع بشرتي كلها بيكون بيستهدف الحبوب او علاج الحبوب. انا مثلا ما عنديش مشكلة الحبوب، عندي مشكلة تصبغات مثلا اثار حبوب، تصبغات اللي هي كنت في المصيف ورجعة بشرتي اسمرت وما فيهاش توحيد لون، الكلام ده كله. هبتدي ان انا الروتين بتاعي يكون المنتجات بتاعته والمواد الفعالة بتاعته بتستهدف التفتيح، وبتستهدف اثار التصبغات عامة، الكلام ده كله. طيب انا الروتين اللي انا هعمله معاكم دلوقتي اللي هو المورنينج سكين كير روتين بتاعي، تمام، او بمعنى اصح روتين بشرتي اللي انا ماشي عليه الفترة دي، سواء الروتين الصباحي او الروتين المسائي، انا بقى بعمله يعني بستهدف ايه بالظبط. اولا انا عاملة الروتين على اساس ايه؟ على اساس ان انا بشرتي في فصل الصيف اللي احنا فيه وفي الجو الحر اللي احنا فيه، انا بشرتي بتبقى يعني انا في العادي بشرتي بتبقى مختلطة، تمام، ميلة للدهنية في الصيف، ومختلطة ميلة للعادية او للدهنية زي ما هي في الشتاء، على حسب هي ومزاجها، ما بتبقاش مستقرة على حاجة. بس لما الجو بيبقى حر قوي كده زي الفترة اللي احنا فيها والرطوبة عالية قوي، بشرتي في الصيف بتبقى دهنية. انا حرفيا بشرتي الفترة دي يعني انا مش قادرة اوصف لكم، انا يعني ما ببقاش حاطة حاجة على وشي خالص، تمام، يا دوبك ببقى غسلة وشي بالغسول بس، وبشرتي دي يعني بتطلع سمنة. انا ببقى فاضل كده ان انا اغرف من وشي واعمل بيها الاكل، يعني حرفيا بشرتي بتطلع دهون بسبب الحر والجو اللي احنا فيه ده بطريقة يعني بشعة. انا بعمل ايدي كده بتبقى يعني في زيوت على ايدي. فانا الفترة دي الروتين بتاعي بتاع الصبح بحاول ان هو يكون ابسط مما يمكن، عشان بنبقى الصبح طبعا واغلبية الحر بتبقى الصبح، وبالليل بقى الروتين اللي انا فعلا يعني بيستهدف المشكلة اللي بتواجهني. طيب انا كده حددت الروتين بتاعي لنوع بشرتي. تاني حاجة هحدد الروتين بتاعي على اساس المشكلة اللي انا بشرتي بتواجهها الفترة دي. انا عن نفسي كجيسي بشرتي الفترة دي بتواجهها طبعا 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 الحبوب بسبب الجو والحر اللي احنا فيه، وزادة افراز الدهون اللي موجودة في بشرتي والكلام ده كله. تاني حاجة
عندي يعني في حبوب راحت بس سايبه اثار، فانا عايزه اعالج الاثار دي وعايزه يبقى فيه في وشي نضاره. فانا كده انا عرفت انا عايزه اعالج بشرتي في ايه او ايه المشكله اللي بشرتي بتواجهها. خلينا بقى ندخل على الروتين ووريكم المنتجات اللي انا بستخدمها الفتره دي. اول خطوه في الروتين طبعا ومعروفه وهي الغسول، تمام؟ بس برضو في نقطه عايزه انبهكم ليها، لما تيجوا تعملوا اي حاجه على وشكم، تحطوا اي حاجه يعني تستخدموا ايديكم بان انتوا تحطوا بيها اي حاجه على وشكم حتى لو غسول، اول حاجه نعملها وهي ان احنا نغسل ايدينا بالصابونه كويس او مثلا بالهاند ووش بتاعك كويس. المهم ان احنا ننضف ايدينا كويس جدا طالما انت ايدك هتستخدميها وتحطيها دايركت على بشرتك. فاول خطوه انا عملتها اوف كاميرا، تمام، وهي ان انا استخدمت الغسول بتاعي. انا الفتره دي بستخدم الغسول ده من لاروش بوزيه لاين ايفا كلور، ده لاين للبشره الدهنيه والمختلطه المعرضه للحبوب. انا كنت عامله لكم فيديو عن انواع الغسولات اللي انا استخدمتها وجربتها ورايي فيهم، هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن، اللي ما شافوش يروح يشوفه، عشان انا جربت كذا نوع بصراحه، كان منهم غسول لاروش. فانا هديكم نبذه كده مختصره عن الغسول ده بحيث ان انتوا لو عايزين تعرفوا رايي بالتفصيل فيه تروحوا تشوفوا الفيديو بتاع انواع الغسولات اللي انا جربتها. باختصار شديد جدا انا بحب استخدم الغسول ده لما في الفتره اللي بشرتي بيبقى فيها حبوب كتير، عشان هو فعلا بيبقى ليه تاثير حلو قوي على الحبوب، وبالاخص الحبوب اللي هي بتبقى ملتهبه مش الحبوب اللي تحت الجلد. لو انا عندي حبوب تحت الجلد فهستخدم غسول تاني خالص بيحتوي على مواد فعاله تانيه خالص. عشان كده باكد عليكم انت لازم تكوني محدده المشكله اللي في بشرتك ايه. يعني انا بشرتي متعرضه للحبوب، طب انا الحبوب اللي عندي نوعها ايه؟ هل هي حبوب تحت الجلد ولا هي حبوب ملتهبه اللي هي بتبقى موجوده على سطح البشره؟ لان كل نوع من الحبوب بيبقى عايز نوع غسول معين بيحتوي على مواد فعاله معينه، وبرده نفس الكلام بيبقى عايز انواع كريمات معينه، روتين معين بيحتوي على مواد فعاله معينه. فانا اوريدي غسلت وشي خلاص بالغسول ونشفته. انا بنشف وشي بايه؟ انا بنشف وشي بمناديل. بجد الناس اصحاب البشره المختلطه والدهنيه، او بمعنى اصح الناس اصحاب البشره المعرضه للحبوب دايما في جميع فصول السنه، ولا تقولوا لي بقى فوطة قطن ولا فوطة مايكروفايبر ولا الكلام الفارغ ده كله، احسن حاجه تنشفوا بيها وشكم هي المناديل. بجد انا حوار المناديل ده يعني مش فاكره قلته لكم قبل كده ولا لا، بس انا بعمله بقالي فتره كبيره قوي ولاحظت منه، مع انه حاجه تافهه قوي بس لاحظت منه تاثير حلو جدا على الحبوب. يعني انا لما كنت بنشف وشي بفوطه او باي حاجه الحبوب حرفيا ما كانتش بتنتهي من وشي، لكن لما بدات ان انا انشف وشي بمناديل لقيت الحبوب فعلا بدات تقل انتشارها في الوش، اوريدي موجوده بس ما بقتش بتنتشر في وشي كله زي الاول والكلام ده كله. برضو انا نشفت وشي. نيجي للخطوه اللي بعد كده وهي خطوه التونر. خطوه التونر يا بنات مش اساسيه في الروتين بتاعك، تمام؟ اي تونر برضو الموضوع ده هتكلم معاكم عليه قبل كده، بس هديكم نبذه كده مختصره عن التونر ايه فايدته اصلا في الروتين بتاعك. معنى ان انا بقول لكم ان هو مش مهم يبقى هو مش خطوه اساسيه، تمام؟ بس في ناس بتحب تدخل التونر في الروتين بتاعها. طب التونر لو انا حبيت ادخله بدخله بهدف ايه؟ يا اما بتدخليه بهدف الترطيب فبتستخدمي تونر يكون مثلا الملمس بتاعه كريمي او المكونات الفعاله بتاعته بتستهدف الترطيب، لو انت مثلا بشرتك جافه او لو انت بشرتك عادي دهنيه بس انت بتاخدي مثلا علاج فمنشف لك بشرتك، فانت بتحاولي ترطبي بشرتك من جميع الخطوات. دي اول حاجه، يبقى التونر ممكن يكون تونر بيستهدف الترطيب وتونر يكون بيستهدف علاج الحبوب. في تونر بيبقى بيحتوي على مواد فعاله معينه بيستهدف علاج الحبوب، ان هو ينشف الحبوب لو في حبوب ملتهبه الكلام ده كله. تالت نوع من التونرز وهو تونر تقشير. في تونر بيبقى المواد الفعاله بتاعته عباره عن احماض فبيستهدف اكتر التقشير، بقى لو انت عندك تصبغات، لو انت عايزه حسن وشك بهتان وبتعملي لوشك روتين عشان خاطر يبقى نضر والكلام ده كله،
فكده 3 انواع من التونر. انا بقى الفتره دي بستخدم التونر ده بتاع لاروش بوزيه برضو لاين ايفاكلور، نفس لاين الغسول. انا طب ليه انا حاطه التونر ده؟ انا حاطه التونر ده عشان ده تونر بيستهدف الحبوب، فانا عايزه يعني احوط بشرتي على قد ما اقدر من الحبوب. هبتدي بقى ان انا استخدم التونر على كوتون بادز. تمام، دي الكوتون بادز اللي انا بستخدمها الفتره دي، باخد منه كده وببتدي ان انا يعني امسح بشرتي وبالاخص على الاماكن اللي فيها حبوب. طبعا التونر ده انا لسه بستخدمه، فلسه ما كونتش ريفيو عنه، فان شاء الله لما اجربه واخد كفايتي فيه يعني هقول لكم رايي اذا كان فعلا كان ليه تاثير على الحبوب ولا ملوش لازمه. بس هو مبدئيا اول ما بتبتدي ان انت تحطيه يعني على وشك بتحسي كده بسنه حرقان شويه، تمام، فواضح كده طبعا ان هو اكيد فيه كحول. بس نسبة الحرقان بصراحة مش جامدة زي مثلا التونر بتاع بالكلينيك اللي انا عملت لكم عنه ريفيو، برضو هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن. ده بصراحة مع انه تونر للبشرة الدهنية معرضة للحبوب بس كان رهيب، انا حرفيا ما يعني ما استحملتهوش. انا استخدمت التونر برضو نقطة مهمة عايزة انبهكم ليها، ان انتوا ما بين كل خطوة والتانية يعني يا ريت نستنى مثلا في رينج يعني 2 3 دقايق كده، بحيث ان تكون البشره يعني امتصت واستفادت بالمنتج اللي انت حاطتيه. ما جيش انا احط كله يعني دايركت ورا بعض ورا بعض ورا بعض والاقي في الاخر بشرتي دهننت مدهننه، الاقي بشرتي فرولت، يعني هلاقي حاجات كتير قوي ممكن كمان يطلع لك حبوب. تمام، الخطوه اللي بعد كده وهي الاي كريم. انا بستخدم الاي كريم ده بتاع ايفا جولد كولاجين، في فيديو هبقى انزله لكم ان شاء الله عن رايي منتجات يعني استخدمتها ورايي فيها وكده، من ضمنهم الاي كريم ده، فمش يعني مش هكتر كلام عليه في الفيديو بتاع النهارده بحيث ما اطولش عليكم الفيديو. يعني هبتدي ان انا اخد من الكريم وبحط تحت كده. الاي كريم يا بنات بنحطه تحت يعني عند مكان العظمه، تمام، مش بنحطه دايركت عند التجويف. ليه؟ لان انت اوريدي لما هتيجي تدلكيه هو اوتوماتيك هيتوزع وهيطلع على فوق، فانت لو حطيتيه من الاول خالص عند مكان التجويف فلما يجي يطلع على فوق هتبصي هتلاقيه دخل في عينك فيحرق لك عينك. فهنخلي بالنا من النقطه دي او من النقط اللي انا بقول لكم عليها، بلاش نستهون بالحاجات دي عشان الحاجات دي بتفرق جدا في الروتين بتاعنا. هبتدي ان انا افرده كده بالطبطبه، تمام، ويعني بفرده على عيني كلها او حوالين عيني كلها. الخطوه اللي بعد كده وهي ان انا بستخدم اي حاجه موضعيه، تمام، اي حاجه توبيكال تكون مخصصه للحبوب. فانا الفتره دي بستخدم السوليوشن ده اسمه كلينداسول، اكيد اغلبكم عارفينه، انا بستخدمه من زمان قوي، بحب اكتر ده استخدمه لما بيبقى عندي حبوب اللي هي بتبقى ملتهبه وبتبقى حمراء وبتبقى فوق سطح الجلد. عشان كده هرجع وانبه عليكم تاني، اهم حاجه تكوني محدده المشكله اللي انت عايزه تعالجيها وفعلا بتواجهيها وتبتدي تستخدمي لها المنتج الصح، تمام. فكليندازول ده المكون بتاعه كليندامايسين، الماده الفعاله بتاعته مضاد حيوي اسمه كليندامايسين، ده بيستهدف البكتيريا والفطريات يعني اللي بتسبب حبوب في الوش وبالاخص اللي هي الحبوب الملتهبه. لكن لو انت عندك حبوب تحت الجلد فكليندازول مش هينفع معاه، او بمعنى اصح الماده بتاعته اللي هي الكليندامايسين مش هتنفع معاه. فانا ببتدي ان انا اخد منه حاجه من الاثنين، يا اما بحط على ايدي واحط دايركت مثلا على الحبايه ذات نفسها، انا بحط على الحبوب بس، يا اما باللي هي قطن الودان، تمام،
برضو بقوم مدخله قطن الودان واحط على الحبايه بس. فطبعا انا اوريدي غاسله ايدي فانا هستخدم ايدي يعني، فببتدي اخد كده. انا اغلب الحبوب اللي عندي في الجناب، تمام، هنا وهنا مكان الكمامه، وفي الجناب هنا بتبقى مكان المنتجات بتاعت الشعر، لان انا ساعات منتجات الشعر غصب عني بتيجي في المكان ده. شعري مثلا بيبقى فيه منتج بيبقى نازل كده مثلا، فايه يطلع حبوب. شايفين المنظر؟ بصوا المنظر عامل ازاي. انا برضو ايه بوريكم المنظر عشان لما الموضوع يتعالج اوريكم قبل وبعد. تمام. الخطوة اللي بعد كده، وهي ان انا ببتدي استخدم كريم المرطب بتاع بشرتي. مش معنى ان انا بشرتي دهنية وبتطلع زيوت على الوصف بتاعي في الصيف والكلام ده كله اللي انا قاعدة بهري فيه من اول الفيديو، ان انا مرطبش بشرتي. ده مفهوم غلط جدا 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 منتشر عندكم، ان اصحاب البشرة الدهنية والمعرضة للحبوب ما ينفعش ان هم يستخدموا كريم مرطب او ان هم يرطبوا بشرتهم، لان هم اوريدي بشرتهم بتفرز دهون، فما فيش داعي ان هم يرطبوا بشرتهم. لا، الكلام ده غلط تماما. ماشي. لازم 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 ايا كان نوع بشرتك لازم ترطبيها. فالفكره ان انت بترطبيها بمرطب مناسب لنوعها. يعني انا بشرتي الفتره دي دهنيه جدا، فهنقي مرطب يكون اخف مما يمكن، بحيث ان هو يعني ما يعمليش بريك اوت. تمام. فانا الفتره دي بحب ان انا استخدم المرطب ده بتاع بيبانسن، عشان خاطر هو بيبقى مرطب خفيف، القوام بتاعه خفيف وبيمتص بسرعه، وفي نفس الوقت مش بيطلع لي حبوب، وفي نفس الوقت بحس فعلا ان هو رطب لي بشرتي كويس يعني من القلب. طبعا انا ما حطيتهوش دايركت بعد السوليوشن، انا استنيت برضو شويه اوف كاميرا وبعد كده برجع احط الخطوه اللي بعدها. ببتدي بقى ان انا افرد الكريم المرطب. طبعا برضو الفتره اللي انا بستخدم فيها الروتين بتاعي بيبقى مخصص للحبوب، لعلاج الحبوب. بحاول ان المنتجات اللي انا استخدمها ما يكونش فيها عطور وما يكونش فيها اي حاجه تسبب حساسيه او تزود لي الحبوب. طبعا برضو لازم تلاحظي اول باول من المنتجات اللي انت بتستخدميها طول حياتك، انت بشرتك بيبقى عندك حساسيه، عندها حساسيه من ايه بالظبط؟ هل في حاجات معينه مثلا بشرتك مثلا بتتحسس من الروائح اللي بتبقى موجوده، العطور اللي بتبقى موجوده في المنتجات؟ بشرتك بتتحسس من الكحول عامه مثلا لو موجود في تونر او لو موجود مثلا في مرطب او الكلام ده كله؟ هل في مواد معينه فعاله؟ يعني في ناس عندها حساسيه من فيتامين سي، فدول ما ينفعش يستخدموا اي منتج يكون فيه فيتامين سي. الخطوه اللي بعد كده، وطبعا هي من اهم 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 الخطوات اللي في روتين بشرتنا عامه وفي الحياه، تمام، هو خطوه السن سكرين. طبعا الموضوع ده اتكلمت معاكم بالتفصيل عنه، هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن، اللي ما شافوش يروح يشوفه. السن سكرين، السن سكرين ثم السن سكرين ثم السن سكرين، تمام. اديني قلت لكم. طبعا لو انت نازله الروتين ده انا اوريدي بعمله كل يوم سواء قاعده في البيت او نازله، ماشي. بس لو انت نازله طبعا السن بلوك تستخدميه قبل ما تنزلي من البيت بنص ساعه او اقل حاجه اقل حاجه اقل حاجه بتلت ساعه، وطبعا بتجدديه كل ساعتين طول ما انت بره البيت. لو انت قاعده في البيت وضمن المكان اللي انت قاعده فيه مش داخلك، ما فيش مثلا شبابيك، مش داخلك ضوء شمس جامد وبشرتك هتتعرض ليه، فخلاص ما تستخدميش السن بلوك. لكن لو انت البيت عندك او الاوضه بتاعتك فيها بيدخل لها شمس جامد وبشرتك بتتعرض كانك قاعده في الشارع عادي، فطبعا مهم ان انت تستخدمي السان سكرين. انا هكون صريحه معاكم جدا 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 لابعد الحدود. انا طول ما انا قاعده لو انا نازله طبعا اكيد واكيد اكيد بس بحط سان بلوك وبجدده طول ما انا بره البيت. طب لو انا قاعده في البيت، لو انا قاعده في البيت ما بستخدمش السان سكرين غير لما بدخل المطبخ اعمل مثلا الاكل والكلام ده كله، بستخدم السان سكرين عشان خاطر
الحرارة بقى اللي بنتعرض لها في المطبخ من البوتاجاز مع الجو اصلا الحار اللي احنا فيه، فالموضوع اساسا بيبقى يعني وانا بشرتي بتسمر من اقل حاجة، تمام؟ او بمعنى اصح مفهوم الاكسدة اللي هي بشرتي بتتاكسد من اقل حاجة، فلما بدخل المطبخ بستخدم الصن سكرين، غير كده مش بستخدمه. فانا هستخدم بقى معاكم الصن سكرين النهاردة مع اني مش نازلة، بس عشان اوريكم الكمية اللي احنا المفروض بنستخدمها، والكمية دي انتي بتستخدميها في كل مرة مثلا بتجددي صن سكرين. يعني الكمية دي بتستخدميها وانتي نازلة من البيت او سواء انتي قاعدة في البيت، وهي نفس الكمية بتستخدميها لما بتجدديه كل ساعتين وانتي بره البيت. اول حاجة بناخد الكمية بمقدار من صباعين لثلاث صوابع على حسب قوام الصن سكرين اللي انتي بتستخدميه، وبتاخدي بقى الكمية دي كلها، تمام؟ وبتبتدي ان انتي تفرديها على وشك كله. وطبعا من ضمن الاماكن اللي اغلبكم بينساها هي منطقة تحت العين، فالموضوع ده طبعا بيزود الهالات وبيزود التجاعيد والكلام ده كله. والشفايف مهم جدا ان احنا نحط صن سكرين على الشفايف ذات نفسها، عشان المشكلة اللي اغلبكم برضو بيشتكي منها ان شفايفي سمرة، شفايفي بهتانة، الكلام ده كله انا نبهت، ماشي؟ وطبعا منطقة حوالين الفم عامة دي مهمة جدا ان احنا بنحط فيها صن سكرين، طبعا اسفة على المنظر، عشان خاطر مشكلة السواد اللي بتواجهنا. طبعا هتقولوا لي ما احنا بنحط الصن سكرين على بقنا، طب مش ممكن يخش جوه بقنا والكلام ده كله؟ يعني على ما اعتقد ان احنا كبار كفايه عشان ناخد بالنا ان هو ما يخشش جوه بقنا، يعني احنا مش اطفال يعني مثلا، تمام؟ طبعا حوار برضو الصن سكرين ده مهم جدا للناس اللي بشرتهم بتبقى دايما معرضه للحبوب، لان من اسباب انتشار الحبوب هي الحراره، الشمس. انا واحده من الناس الشمس ممكن تبهدل لي وش حبوب بمعنى الكلمة، يعني حتى دايما انا بشرتي بتبقى اهدى في الحبوب واريق شوية في الشتاء عن الصيف، لان طبعا شمس الشتاء بتبقى غير شمس الصيف. بس مش معنى كده ان احنا ما نستخدمش صن بلوك في الشتاء، الصن بلوك مهم جدا في جميع فصول السنة، وسواء الصبح او سواء بالليل. برضو عشان تبقوا عارفين الملمس بتاع الصن سكرين ده، عشان قلت لكمش ده اللي هو اسمه بي بي، تمام؟ كنت وريته لكم قبل كده تقريبا او اتكلمت معاكم عليه قبل كده. هو بيدي لوك كده، يعني بيدي لمعان شوية في البشرة، فمش بيدي احساس اللي هو المط زي بتاع لاروش بوزيه. فانتي على حسب، لو انتي بشرتك مش بتحبي اللوك اللي هو يعني كأن بشرتك بتلمع فبلاش ده، لو انتي بتحبي اللوك اللي هو المط، اللي هو المطفي، ان هو الصن بلوك يبقى طافي الدهون بتاعت بشرتك وكل حاجة، فهيبقى الاحسن ليكي بتاع لاروش بوزيه اللي هو الانتي شاين. وبرضو هعمل لكم فيديو عن احسن انواع الصن بلوك. انا اسفه ان انا اتاخرت عليكم في الفيديو ده، بس اعذروني بجد الفتره دي. فهبتدي بقى ان انا اسيبه، طبعا البشره بقى تمتص والكلام ده كله. طيب لو انت بشرتك، لو انت او مثلا لو انت الصن سكرين اللي عندك ما عندكيش غيره وبيديكي لوك بيلمع وانت مش حابه اللوك ده، اقل حاجه هاتي اي لوز باودر عندك تكون لونها مثلا شفاف او بلون على حسب ما انت بتحبي عادي، وخدي منها بسبونجة او بفرشة، وابتدي اعملي بالطبطبة كده على الاماكن اللي انت شايفة ان الصن سكرين عاملك مثلا دهننة او مثلا لمعة او احساس انت مش مستلطفاه، هتلاقي الدنيا دي كلها اللي بتلمع اتطفت. انا ساعات بعمل كده يعني، بس مش دايما. اخر خطوة بقى في الروتين، وهي مرطب الشفايف. انا بستخدم في الصيف الصبح المرطب ده اللي هو من بالمرز، تمام؟ ده ليب باتر،
كنت اتكلمت معاكم عليه قبل كده او مش فاكرة بصراحة، بس المهم ان هو ده ترتيبه مش مناسب للشتاء، هو حلو في الصيف والصبح، اكتر من كده لا. وممكن كمان لو انتوا عندكم اي لبستيك مطفي وعايزين تدوله لوك ان هو يكون بيلمع شوية، ممكن تاخده منه وتحطه فوقيه، لان هو اصلا بصوا اوريدي هو بيدي اساسا لوك اساسا ايه يعني جلوسي كده، هو بيبقى حلو قوي في النقطة دي. بس كده بكده يبقى الفيديو خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم استفسارات اي حاجة تقولي في الكومنتات، واستنوا بقى الفيديو ان شاء الله هعمل لكم فيه النايت سكين كير روتين بتاعي.